أهلا بكم، أهلا وسهلا في هذه المحاضرة، محاضرة شيقة جدا، لقاء الجمعة من كل أسبوع. طبعا النهاردة معايا شخصية جميلة جدا جدا جدا، وحقيقة أنا اتشرفت بوجوده معايا. هو من عندنا هنا من الولايات المتحدة الأمريكية، شخصية بصراحة مجتهد على نفسه ونموذج حلو قوي للجالية العربية الموجودة هنا في أمريكا. أهلا بك يا سيد محمود. اهلا بيك يا دكتور، منور الدنيا وربنا يخليك على الكلام الجميل ده. سيد محمود، قول لي كده، أنت يعني عرفت وصلت لي إزاي يا سيد محمود؟ والله يا دكتور انا في الاول اول ما شفت حضرتك شفتك على الفيسبوك، الفيديوز اللي حضرتك بتعملها على الفيسبوك من فترة، يعني من تقريبا 4 5 شهور حاجة كده، فمتابع تقريبا كل الفيديوهات اللي حضرتك عملتها. تمام. ايه اللي عجبك في اللي انت اتفرجت عليه في الفيسبوك دوت يا سيد محمود؟ أولاً الأسلوب، حضرتك بتعرف توصل المعلومة كويس جداً، بل يعني كمان بتحبب الناس، إن هي بتحبب الناس في اللغة. طريقتك حلوة، أسلوبك جميل جداً جداً جداً، بتبسط وبتحبب، يعني عارف حضرتك، يعني أنا بقول إيه، السايد الويسترن كالتشر ميرور، أنت حضرتك بتنقل الثقافة الغربية بطريقة جميلة جداً جداً جداً. بتقول الكويس وبتقول اللي ممكن يبقى حاجة بتعوق الناس لما تيجي هنا أو لما تفكر تسافر. فده اللي حببني فيك، الأسلوب والطريقة والإلقاء، كم المعلومات، كم الفوكاب اللي حضرتك بتقوله أو اللي قلته في الفيديو. فده اللي شجعني إن أنا أبعت لحضرتك وأتواصل معاك. طيب، هل خدت كورسات مثلا قبل ما تجيلي وتاخد الكورس دوت؟ هل خدت كورسات فيما سبق مع اي حد مثلا في امريكا او في مصر قبل ما تخش امريكا؟ لا خالص، دي أول مرة في حياتي أخد كورس إنجليزي. طيب، انا اعرف طبعا تماما انك بتعمل دراسة هنا في امريكا، مش كده؟ مظبوط. طب الدراسة اللي انت بتعملها ديت، هل هي ماستر ديجري ولا بي اتش دي داخل الولايات المتحدة الامريكية؟ هي حاجة قريبة جدا أو نقدر نقول عليها ماستر ديجري. ماستر ديجري. تمام. هل الكورس اللي انت بتاخده دوت هل افادك في الدراسة هنا في الجامعات في امريكا ام لا؟ الكورس مع حضرتك افادني جدا. بص يا دكتور، هو اكتر حاجه افادتني مع حضرتك حاجتين مهمين جدا، الفوكاب اللي انا خدتها من حضرتك، والسيلف كونفيدنس، دي مهمه جدا جدا جدا. يعني الواحد كان الاول وهو بيتكلم بيبقى قلقان، طب استنى شويه، طب ما اتكلمش، طيب يعني طب اسمع بس اللي حواليا هيقولوا ايه وبعدين. لا، المساله ما بقتش كده خالص، يعني بقيت تقدر تقول اللي انا بحاول ان انا اتكلم الاول، يعني بحاول ان انا اشارك، بحاول ان انا بيبقى في تشالنج، ببقى مستني ان البروفيسور او الدكتور يبتدي اللكتشر بتاعه علشان اقدر اناقش واقدر اشارك. لا بالعكس، فادني جدا جدا جدا. فإذا المحاضرة اللي أنت بتاخدها هنا أفادتك في الحوار مع الدكاترة أو البروفيسورز اللي بيدرسوا لك في الجامعة، مش كده ولا لا؟ صحيح جدا جدا جدا، وده بقى ملحوظ، يعني ده بقى ملحوظ من ناحيتهم كمان. يعني الاول انا كنت almost silent mode، ما بتكلمش غير لما اتسالت. دلوقتي بالعكس، بناقش وبسال وبفتح، بعمل open discussions وبشير. فهم خلاص، يعني هم ذات نفسهم شايفين ان في improvement. انت لا، في حاجه، انت ايه اللي جرالك؟ يعني في حاجه حصلت. كل ده حصل في قد ايه؟ يعني انت مثلا المحاضرة دي هي المحاضرة العاشرة ليك، يعني انت مظبوط واخد مني، نقدر نقول يعني نقدر نقول كده انت واخد مني مثلا 25 almost 25 28 ساعة. كل ده حصل تمام في 28 ساعة فقط، لا غير التطور في المستوى اللغوي عندك دوت. لا، هو بصراحة مش في 25 ولا 28 ساعة، هو أنا حسيت بالإمبروفمنت من تاني محاضرة. يعني أنا فاكر كويس جدا إن أول محاضرة أنا خدتها مع حضرتك، أنا فاكر كويس جدا أول محاضرة أنا خدتها مع حضرتك، من كتر ما أنا كنت إكسايتد جدا بيها. أنا خلصت المحاضرة وأنا كان عندي تاني يوم على فكرة امتحان،
خلصت المحاضرة وقعدت راجعت المحاضرة تاني وكنت مبسوط جدا وكنت بكتب. يعني أنا كتبت المحاضرة، أول محاضرة دي أنا كتبتها 3 مرات في نفس اليوم. فأنا أقدر أقول أنا شفت الإمبروفمنت من تاني محاضرة. شفت الامبروفمنت ايه؟ اخر جمله ايه يا مستر محمود؟ عشان طبعا صوتك ضعيف شويه. من تاني محاضرة يا دكتور، من تاني محاضرة أنا حسيت بالفرق. تاني محاضره حسيت ان آه هناك فارق جدا افادتك. طيب جدا. بالنسبه ليك طبعا انت قاعد معانا هنا يعني مقيم داخل الولايات المتحده الامريكيه، هل الكورس دوت افادك في الاندماج مع المجتمع الامريكي بالفوكاب اللي انت بتاخدها مع الامريكان اكسبريشنز اللي انت بتاخده مني؟ حسيت بالغربة ولا حسيت إن أنت مندمج مع المجتمع الأمريكي؟ لا هو فادني جدا جدا جدا، يعني ان فاكت انا بقيت اخد الفوكاب والامريكان ايديومز اللي احنا بناخدها في الكورس، يعني مش بحاول، بالعكس ده انا بستعملها، ببقى مصر ان انا استعملها مع الناس وانا بتكلم معاهم. يعني باوبن ديسكشن علشان اتكلم بالامريكان ايديومز، بتكلم بالفوكاب اللي معايا علشان اشوف الرياكشن بتاع الناس اللي قدامي عامل ازاي. يعني انا يعني انا بستعملها عشان اعرف الفيدباك والرياكشن من الناس اللي قدامي عامل ازاي. طب الاول الرياكشن كنت ده كان بشوف، ايه يا مستر محمود؟ بالعكس انا الاول كنت بشوف كده فيس اكسبريشن، اللي هو الراجل ده عايز يقول حاجه، يعني الراجل ده لسانه شويه هيفي تقيل. انما لما اتكلم مع حد انا كنت بتكلم معاه قبل كده يلاقيني بستعمل فوكابلريز، بتكلم لايك زي ما هو بيتكلم. لا بالعكس بقيت عارف يعني بيبص، طب ايه اللي حصل؟ يعني انت شغال على نفسك في ايه؟ عملت ايه؟ something is going on wrong، يعني في حاجه غلط حصلت بالنسبه لك، مش negative wrong ولكن positive wrong، you know what I mean؟ so لا طبعا فرقت جدا جدا جدا. تمام. دلوقتي عايز تقول ايه للناس اللي هتسمعك على السوشيال ميديا؟ عايز تقول لهم ايه من خبرتك؟ طبعا انت يعني مش كتير بتدرس معايا، هو كورس بس، لكن طبعا دايما بنقول كده كورس واحد فقط لا يكفي، يعني انت لسه طبعا انا ما طبعا طلعتش اللي انا عايزه منك. فانت عايز تقول ايه للناس اللي هتسمعك على السوشيال ميديا؟ هتقول لهم ايه؟ انا عايز اقول لهم لو انت عايز تتعلم لغة، اولا لازم تكون حابب، مش مسألة ان انت عايز تتعلم الامريكان اكسنت او عايز تبقى very fast وانت بتتكلم انجلش. no it's not work that way، it doesn't work that way. لازم تكون حابب اللغة اول حاجة، لازم تكون حابب البروفيسور او الدكتور او ايا كان الشخص اللي انت هتشتغل معاه. بس قبل ما تشتغل مع اي حد لازم تكون رايح لحد very trusted ويقدر يوصل لك المعلومة كويس جدا وتستفاد منه جدا جدا جدا. لازم تكون حابب ده كويس. تمام. هو طبعا قلت لي في مفاجأة، فهل ممكن تقدر تعلن المفاجأة ديت ام لا تحتفظها لنفسك؟ لا بالعكس، انا عايز share this with everybody and عشان اتفضل. انا I'm proud of it and وانت كمان يا دكتور you have to because this is a part of your effort. I just want to say it in English if you don't mind please. اوكي، جو اهيد. اوكي. يعني today it was a very important a great day. So what happened is you made my day doctor. You Dr. Karam Anis, you made my day today. يعني today was a very great day and that was because of you. Today I had in the morning a meeting for like 4 hours and it was not a general discussion, it was a business meeting. So this meeting, you know, in a business meeting you discuss a lot of things, financial issues and then and future issues and a lot of stuff. So in my way to the meeting I was listening to our lecture actually in the car, but in the same time I was worried and I was thinking about the outcome of the meeting. What I'm gonna do? Am I gonna succeed? I'm gonna hit what I want? I'm gonna reach my goal in the meeting? A lot of things in my mind. So when I just arrived there and I met the gentlemen and we sit on the table and we start the meeting. And when I start talking with them, I wasn't worried. I wasn't afraid about anything. And when I start working, I just unleashed my tongue. You know, I just released. I hit the meeting. And I don't think about my accent, was it heavy or not, I was slow or not, I was clear, I was understandable, I felt self-confident,
And after 4 hours of a meeting, we signed, all the parties signed what exactly I wanted it to be. So I reached my goal at that point. So in fact, all of that because of Yadav, about the self-confidence. You teach us the self-confidence. You've been always saying the self-confidence. Don't be afraid. Talk, discuss, do whatever you want. It's the matter of the self-confidence. When I was speaking, when I started speaking, I was talking without pausing. And the good thing is, when I was talking, the people was understanding me. And I was understanding them. I understood them very well. And we reached the point that I'm ready. Sign what I want. So I'm really proud of today. You should be proud of today because this is your effort with us. And thank you so much. Thank you, thank you, thank you, doctor. And today, thank you. I really appreciate it. But I want you, Mr. Mahmoud, to say in Arabic because I have a lot of followers. You don't even know Arabic in my Facebook page. I understand. So, I'm going to say it in Arabic. Believe me, I'm going to say it in Arabic. But today, I just started. You know that my target in the United States to be to enter the business world in the United States. And today was the start. Flash, I just entered the United States business world today, and this is because of you. Thank you, doctor. أنا هقول ده بالعربي. أنا النهاردة كان عندي اجتماع مهم جدا 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 مع أمريكان، والاجتماع ده كان طويل وأربع ساعات. إحنا بنناقش في حاجات كتير جدا، حاجات مادية وحاجات مستقبلية وفعلا مهمة قوي قوي قوي. أول ما دخلت الاجتماع أنا في الأول كنت خايف وقلقان، طب يا ربي أنا هعرف أتكلم ولا الناس دي هتعمل عليا حفلة وشربة وبتاع. بس أنا أول ما دخلت أنا كنت وأنا في الطريق كنت بسمع المحاضرات بتاعتنا دي. في نفس الوقت عمال أفكر يا ربي إيه اللي هيحصل يعني. وأول ما ابتدينا الاجتماع وعارف حضرتك سبت لساني كده وهو طاح مع نفسه بالبلدي كده، ما وقفش بقى خلاص يعني. والحمد لله ما كانش فيه باوزنج خالص وأنا بتكلم، كنت كلير جدا في كلامي، كانوا الناس فاهميني وانا فاهمهم. In fact yes I still have an accent but it's not heavy as it was before. يعني طبعا ده لسه في accent but it's not heavy anymore. I can feel it. So ده كل ده بفضل حضرتك يا دكتور، بعد رب يعني ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده حضرتك من المجهود اللي حضرتك عامله معانا، لان دايما انت بتتكلم معانا على السلف كونفيدنس. انت اديتنا فوكابلريز، اديتنا طريقة الكلام والنقاش زي الأمريكان أو مع الأمريكان. وأهم حاجة السلف كونفيدنس، الثقة بالنفس وأنت بتتكلم، ما تبقاش خايف، ما تبقاش قلقان، تبقى عارف الهدف بتاعك إيه. أنت عندك هدف لازم توصله. لو خفت أنت عمرك ما هتوصل، يعني أنت لو خفت ما فيش داعي يبقى عندك هدف من الأول. والحمد لله، يعني الحمد لله اليوم كان جميل جدا جدا جدا، وفعلا بعد ربنا سبحانه وتعالى ده فضل ونعمه من ربنا ثم حضرتك. انا والله اول واحد فكرت فيه قلت دكتور كرم، يعني ده مجهوده يعني. فالف شكر على حضرتك عملته معانا، ويا رب دايما كده دايما تعلم في الناس كلها كمان، يعني العلم اللي عند حضرتك تفيد بيه كل الدنيا، وربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك يا رب. شكرا يا دكتور واسف على الاطاله. امين يا رب. اشكرك طبعا مستر محمود، طبعا اللي يعني اللي اتقال دوت طبعا حاجه جميله جدا، فرحان بيه كتير. طبعا المتحدث خد كورس واحد بس، يعني مش بقاله معايا بيدرس كتير، كورس واحد بس. كورس واحد بس يعني تقدر تقول مثلا 25 28 ساعه تغيير الكلي والجزئي في حياته. الاجتماع اللي قاله دوت جاي من تدريس مش سنه، مش من 6 اشهر، مش من 3 اشهر، لان طبيعه الحياه عندنا في امريكا سريعه جدا. لكن اللي قاله دوت طبعا دي حاجه جميله جدا، وكون ان طالب يقول لي يو ميد ماي داي خلتني سعيد جدا. طبعا دي فرحه جميله جدا. التعليم مش بس بدمج الطلبه في المجتمع الامريكي وبيتفتح لهم، طبعا هو ربنا اللي بيفتح الطرق للناس، لكن ربنا بيستخدم البشر. فكون ان ربنا يستخدمني بالعلم وبطريقة الأسلوب اللي الواحد يتعلمه في حياته، خبرة الحياة في التدريس، كون إن محمود يقول الكلام دوت حاجة جميلة جدا جدا. طبعا ده بيعود عليه بالأسرة بالنجاح، يعود عليه بأولاده بالمدام بتاعته، طبعا بيخلينا طبعا أنا سعيد. التعليم بس مش إن أنت بتعلم معلومة ولا بتعلم جرامر ولا بتعلم أي حاجة في اللغة. التعليم بتفتح له، ده أجمل حاجة في التعليم، إنك بتغير حياة البني آدم
إلى الأحسن. ودائما شعارنا في هذه الكورسات هو knowledge is power، المعرفة قوة، وبقولها دائما، مش شكر في نفسي، بقولها دائما كده. الطالب بتاعي اللي بيخرج من عندي، خلي بالك أنا ما خرجتش من محمود اللي أنا عايزه، هو خد كورس لسه ما طلعتش منه العلم اللي أنا عايز إنه هو يطلع بيه، لكن من مستوى واحد بس يقول الكلام ده، دي حاجة كويسة جدا، فده مؤشر قوي إن اللي جاي أحسن، اللي جاي أفضل. فبناء عليه إن شاء الله بإذن الله نطلع منه ونطلع من الناس الأخرى الموجودين معانا مستويات. طالب بتاعي لا يقارن مستواه بأي طالب خارج من أي دولة عربية، شرق أوسطية، سواء الخليج، سواء أي دولة عربية متحدثة بلغة الضاد. الطالب بتاعي يقارن باتنين، بقولها دايما كده، ما تقارنش نفسك بمستوى طالب عربي متعلم في دولة عربية. الطالب بتاعي يقارن بواحد طالب معاه ماستر ديجري من اليو اس، اتنين طالب معاه بي اتش دي من اليو اس. المنافسة مع الامريكان مش مع عرب، انا بنافس عرب، انا عارف انا ايه. المنافسة مع السوق الامريكي، المنافسة مع نقدر نقول كده صاحب اللغة اللي هو بيقال عليه الامريكان نيريف سبيكرز. بقول الطالب بتاعي بينافسه في لغته، هو ده مستوى الطالب اللي بيخرج من عندي من كورسات البروفيسور الدكتور كرم انيس استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه. شكرا، باي باي. والله يا دكتور كنت هكلم حضرتك النهارده بعد ما خلصت من كتر ما انا كنت مبسوط. والله طبعا. كنت هكلمك، انا ما اعرفش انت مواعيدك، انا في فرق توقيت بيني وبين حضرتك، بس كان يوم جميل، وفعلا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وحضرتك، يعني فعلا الله يبارك لك، والف الف 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 شكر على حاجات كتير. ألف شكر على كده كلام وخلاص، لا بجد انا كنت قاعد النهارده، انت حضرتك يعني عارف انت في الباك جراوند، ان ماي برين باك جراوند، بتخيلك وانت بتتكلم بطريقتك باسلوبك. لا 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 انت جميله دكتور. والله ربنا يخليك.